الإسبال لا يجوز، حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان معه خيلاء فالعقوبة أشد، الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب وهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان معه خيلاء فالعقوبة أشد، عقوبة الإسبال وعقوبة الخيلاء.